سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. تطمن غير القرآن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تصدق المدود بالقرآن وأنت تقرأ بتجويد حرف المد لما يجي وأنت تمد صوتك تجد راحة نفسية في المد، بمد الصوت الرحمن تجد الرحمة. علم القرآن تجد السكينة. خلق الإنسان وأنت تمد صوتك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذا كان مجرد المد بالقرآن يريحك ويطمئنك ويسعدك ويزيل الهم، فما بالك بآيات تنتقل فيها من عالم لعالم ومن دنيا لأخرى ومن حال إلى حال، تقترب من الله وتؤجر وتثاب ويزول الهم، وبكل حرف 10 أضعافه إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. كل هذه الجنة بل روح وريحان ورب راض خير غضبان. أتنال مثل هذه الجنة بأي شيء من أوقات الدنيا تقضيه بأي لذة من لذات فانية؟ أفتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا، لما تستبدل هذا ستهبط. وإذا اقتربت إلى القرآن